اليوم رسالتنا للمجتمع الدولي للعالم لأخوتنا العرب في الدول المجاورة في البلدان العربية، هؤلاء المهجرين هم أمانة عنكم. إلى الأخوة اللبنانيون، حزب الله وأبنائكم هم من أخرجوا هؤلاء المهجرون، نحن ضيوف عندكم، لم نأتي بإرادتنا. بالنهاية هذا المهجر لا يريد خيمة، لا يريد ماء، لا يريد أغذاء، لا يريد أي شيء، يريد أن يعود إلى بيته الذي دمره الأسد وهجره منه العصابات والميليشيات الطائفية. ناس مشوا للموت من شان ملح الله ينجيهم. خروجهم سبب ما يعانيه اللاجئين في المخيمات، وخصوصا بعد تعرض مخيم اللاجئين السوريين في لبنان الميناء للحرق الكامل. كلنا نجي ثوره وابد ما نركع للروس ولا نرتجي ثوره واقسم بربي وربك لنرجعي ثوره لك اقسم بربي وربك لنرجعي ثوره.